النسبة الكبرى من السواح لتايلاند هن بيجوا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية. هي النسبة الكبرى من السواح. بعدين بيجي أوروبا وأمريكا ودول أخرى. أنواع مشكلة من الفواكه. فقط 3 يورو حوالي. فواكه منوعة بشكل محطوط بكيس مغطى. والسلام عليكم.
عندما تقول جولي كان تسلق فقط إلي رأي دخول الشر أيضا سعد حبي قاعدين والبطل جاهزية بنتي على روح ومعنى تجاري هذول مجرمين شوف كلها تمسيح هي اللحم تمسيح not live just recording like ha tam khat ba tam khain khat ba